لتعليق على هذا التقرير وهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الأستاذ أمير المفرجي. مرحبا بك أستاذ أمير. في الوقت الذي يطالب فيه العبادي ب100 مليار دولار لإعادة إعمار العراق، قالت وكالة أسوشيتد بريس إن الدول المانحة ستطالب بضمان عدم ذهاب الأموال للفاسدين. إلى أي مدى برأيك يمكن للمجتمع الدولي التعاون مع حكومة العبادي؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة. شيء طبيعي ان يعني الاسره الدوليه قد يعني شاهدت ما حدث في العراق منذ 2003، سجلت الكثير من الحقائق عن وضع الدوله العراقيه وشكل المؤسسات السياسيه التي يعني بنيت على الفساد. الان هناك يعني شروط في رايي على يعني اعطاء المساعدات للشعب العراقي وليس للفاسدين. إذا من هذا يعني الباب سوف تكون هناك نوع من الرقابة. وأنا في نظري الشخصي بأن السيد حيدر العبادي قد فهم ما يريده، ما تريده الأسرة الدولية، خصوصا عندما كان في سويسرا أخيرا، وأن الأسرة الدولية تريد أن تستعمل هذه المساعدات لي يعني إعادة بناء البنى التحتية التي دمرتها الأحداث الأخيرة في العراق، ومن ثم يعني هذا سيكون بترابط مع شكل المؤسسات السياسية التي ستأتي بعد الانتخابات. هناك في نظر الغرب نوع من الأمل في أن يكون هناك تغير في الشكل السياسي وشكل يعني السياسيين في العراق، والذهاب إلى يعني نوع من يعني الأمان في السياسيين عن طريق إيجاد شخصيات لها القدرة في إعادة بناء العراق. هناك من يرى أن التسلم السوداني، يعني أنباء تحدثت ومراقبون أيضا تحدثوا عن أن الحكومة في بغداد تسلم لوزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، طبعا المدام بقضية فساد من الانتربول، يعني ورقة انتخابية جديدة لرئيس الوزراء حيدر العبادي. يعني من وجهة نظركم كيف تفسر موقف الحكومة هذا؟ شيء طبيعي سوف يستعمل السيد حيدر العبادي كل الأشياء التي سوف تساعده وتؤهله للذهاب إلى المرحلة القادمة. أنا في رأيي يعني الشخصي الأسرة الدولية سوف تساعد السيد حيدر العبادي على تحسين الصورة التي يريد أن يظهرها في العراق للناخب العراقي. ما حدث ل يعني السيد فلاح السوداني بمجيئه عن طريق الانتربول هو بمساعدة الأسرة الدولية، إذا ما علمنا بأن الأسرة الدولية هي التي لها يد العليا في قضية القانون الدولي. هذا يعني شيء من أشياء سوف يستطيع السيد حيدر العبادي من إضافتها إلى المخزون الذي استطاع أن يحصل عليه من خلال معركة داعش، من خلال يعني الصراع الإيراني الأمريكي الذي سوف يكون سياسيا في العراق. يعني هذا الأمر، تسلم السوداني، سيشكل ورقة انتخابية جديدة لعبادي من وجهة نظرك؟ أكيد، شيء طبيعي، وهذا لم يأتي اعتباطا ولكن أتى لمساعدته في يعني الجلوس في موضع متقدم من خلال يعني الانتخابات، خصوصا هناك يعني قوة مضادة إلى السيد حيدر العبادي من داخل الحزب الذي كان موجود فيه، أي من خلال جماعة السيد نوري المالكي وهادي العامري. إلى أي مدى تتفق أستاذ أمير المفرجي مع من يقول أن العبادي سيجمد ملفات الفساد إلى ما بعد الانتخابات؟ يعني هذا في نظري انه ستكون يعني يحدده الصراع الشيعي داخل حزب الدعوه، لان هناك ضغوط. انا في نظري هناك ضغوط اكيده سوف تخرج من الفاسدين الذين استعملوا المال العام في هذه الاحزاب الطائفيه، كانت شيعيه او سنيه، ولكن خصوصا الاحزاب التي كانت لها السلطه العليا في المؤسسات العراقيه ومن خلال يعني وجودها في حزب الدعوة. إذن سيكون الصراع من خلال هذه النقطة المهمة، هي يعني الضغط على حيدر العبادي في سبيل أن يترك هذه الأمور إلى ما بعد الانتخابات،
لأنهم يريدون أن يكون في مستوى ضعيف على ما أعتقد، ولكن أنا في نظري أنها ستكون الفرصة يعني الذهبية إلى حيدر العبادي في أن يعني يقضي على خصومه من خلال يعني نشر الفاسدين والذين هم في يعني في الجهة التي تحاربه وتعمل على إسقاطه في الانتخابات المقبلة. نعم، من باريس السياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي، شكرا جزيلا لك.